مهندسة شيخة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير مهندسة شيخة. مساك الله بالنور والسرور. يا مرحبا وسهلا مهندسة. بالأمس اتصل أحد الأخوة المستمعين من الأشخاص ذوي الإعاقة وتحدث أنه عنده مشكلة في الحقيقة، وتواصل معاكم وبلغكم بهذه المشكلة. هو شخص على كرسي متحرك وما في مكان أو موقف مخصص في البناية اللي يسكنها هو للأشخاص ذوي الإعاقة. طلب منكم معاينة الموقع، طلب منكم مساعدته في هذا الأمر. يقول الأخوة المهندسين اللي زاروني في الموقع عزاهم الله خير، كان كلامهم إيجابي وعدوني خير. يقول أنا أرجع بالليل بعد الدوام أو بعد يعني قضاء أعمالي متأخر، فما أحصل مكان إلا في المواقف الترابية، ما أستطيع الوصول للشقة. تواصل معاكم هو تقريبا قبل فترة. عموما فعندك التفاصيل مهندسة شيخة وأسمع تعليقك على هذا الموضوع. طبعا أنا حبيت أوضح أن توفير مواقف لذوي الهمم يعتبر من أولويات هي الطرق والمواصلات، ويتم فعليا تنفيذ سنويا ما هو متوسط 31 موقف في جميع مناطق إمارات الشارقة. لتوفير موقف ذوي الهمم عندنا بعض المتطلبات، بعض المعايير الهندسية اللي لازم نتبعها. حاليا نحن في حال وجود طلب لتنفيذ موقف لأصحاب الهمم يتم تنفيذه في المناطق المرصوفة بالأسفلت، أما المناطق الرملية فلا يتم توفير مواقف حاليا. طبعا نحن بنوفر الموقف الراعي عدة معايير، منها الحركة المرورية في الشارع نفسه، موقع المداخل والمخارج، ارتفاع الرصيف، هل يسمح لذوي الهمم باستخدام الكراسي المتحركة مثلا، يضمن لهم سهولة وسلامة الوصول لمدخل البناية. طبعا هذا بالإضافة إلى أن يوجد مثل النماذج عندنا نحن في الهيئة، بإمكان أي شخص أنه يقدم على الطلب، يرفق التقارير الطبية ونسخة من بطاقة المعاقين والنسخة من الإيجار وما يستطيع ذلك. طيب بناء عليه ما ممكن أن نقدم أي مساعدة إذا فرضنا بأن شخص عنده إعاقة حركية يستخدم الكرسي المتحرك وسكن ما حصل مكان، أو يمكن مع أهله ساكن في شقة سكنية في منطقة ترابية، في طريقة معينة ممكن نساعده نوجهه في شيء ممكن تبذلون له مهندسة شيخة؟ ممكن في حال إعادة دراسة الموضوع ممكن ننظر للموضوع من مجال ثاني وبندرس إمكانية توفير الموقف، بس حاليا نحن عندنا الأولويات تكون هي للمناطق للأماكن العامة مثل المساجد، الحدائق، العيادات، حالياً هذا التركيز عليها. طيب الأخ يقول لنا بعد ما يعني بلغكم وزاروا الأخوة المهندسين وعدوا خير، شو الوعد اللي نقدر نسوي له؟ شو نقدر نساعده فيه؟ نحن إن شاء الله بنتواصل مع الأخ أتوقع اسم الأخ يعقوب. والله نسيت اسم الأخ، قريته قبل شوي. يعقوب. يعقوب نعم يعقوب. بنتواصل إن شاء الله معه وبنشوف شو بإمكاننا نحن نسوي عشان نضمن له الوصول. طيب شو المقترحات اللي ممكن تصير لمهندسة؟ المقترحات إنه إن شاء الله بنرفع مقترح لتوفير موقف للمعاقين في حال وجود يعني مكان أو مكان مخصص لهذا الموضوع. ما علي مرة ثانية مهندسة شيخة لأني ما استوعب، شو المقترحات اللي ممكن نقدمها أو اللي أمامكم للأخ يعقوب؟ يعني احنا ان شاء الله بنطلع فريق عمل يدرس الموقع، بنشوف هو مثل ما ذكر في المحادثة انه وجود رصيف من الانترلوك، فبندرس هذا الرصيف ارتفاعه يناسب ان احنا نوفر مدخل المعاقين او بشكل مثلا خطورة على سلامته اذا احنا وفرنا. واضح جدا. طيب بشكل عام انت تحدثتي مهندسة شيخة وابغي نرجع مرة ثانية، بشكل عام في اشخاص اخرين في اماكن اخرى، في اشتراطات معينة، في طلبات معينة لتوفير مواقف خاصة بالأخوة المعاقين على مستوى الإمارة؟ نعم. الاشتراطات بسيطة، يعبي النموذج الموجود عندنا في الهيئة، يوفر نسخة من بطاقة المعاقين، نسخة من عقد الإيجار، من الجواز، تقرير طبي يثبت ذلك، ويتم تنفيذه بسرعة عاجلة يعني. تمام، شكرا جزيلا مهندسة شيخة. بارك الله، شكرا جزيلا، في أمان، لحياة الله، شكرا جزيلا. طيب